أصدقاء فيلوسوفيا، يا أهلا. قبل أن نبدأ مهم جدا أن تذهب للتعليقات وتكتب لي رأيك، هل تريدون فيديو مرة في الأسبوع أو مرتين؟ تعليقك كما قلت مهم جدا وله علاقة بموضوعنا لنهار اليوم، لذلك افتح التعليقات واكتب رأيك الآن. ربما العبارة السابقة أحد أشهر عبارات وزير الدعاية السياسية النازي جوزيف غوبلز في عهد الزعيم النازي السابق أدولف هتلر، وأحد أبرز أفراد حكومته لقدراته الخطابية. وينسب لغوبلز أنه مؤسس فن الدعاية السياسية بلونها الرمادي، واستطاع حينما كان يروج للفكر النازي أن يسوق في ركابه عشرات الملايين من الألمان. وأما عن نظرية الوزير النازي جوزيف غوبلز، نظرية السيطرة على العقول وفق نظرية التأطير، والتي أصبحت وسيلة مهمة في تمرير السياسات فيما بعد. وتعريف النظرية بكل وضوح هو أن يعمد سارد القصة إلى إبراز جوانب من القصة أو الحدث والتركيز عليها، وإخفال أو تجاهل وطمس أجزاء أخرى حسب هوى المتحدث وميوله بالنسبة للأشخاص. كما قلنا، تقوم نظرية غوبلز على فكرة السيطرة على العقول وفق نظرية التأطير، ومن خلال ذلك يجري تمرير السياسات. وهذه النظرية لا تزال فاعلة ومستخدمة بحيوية وقوة، وخاصة في مجتمعاتنا العربية، كما تستخدمها أيضا الدول الاستعمارية ضد شعوبنا بفعالية كثيفة. وبقليل من التأمل سنكتشف في حياتنا اليومية آلاف الأمثلة على كيفية استخدام الحكومات والأنظمة نظرية غوبلز في التأطير من أجل فرض سياساتها علينا باعتبارها في الظاهر خياراتنا الحرة، والمضحك أننا نقوم بذلك ونحن مبسوطون على الآخر. ولتقريب الفكرة إلى ذهنك عزيزي المشاهد، لنلاحظ المثال التالي. لنفترض أنك قمت بزيارة لصديقك في بيته، وحين أراد ضيافتك سألك هل تشرب شايا أم قهوة. هنا يستحيل أن يخطر ببالك أن تطلب كأس عصير مثلا. وهذه الوضعية تسمى أسلوب التأطير، أي جعل عقلك ينحصر في اختيارات محددة، الشاي والقهوة فرضت عليك لا إراديا ومنعت عقلك من البحث عن جميع الاختيارات المتاحة. لنأخذ مثالا ثانيا لتبسيط الفكرة أكثر. مثلا حين تقول أم لطفلها ما رأيك، هل تذهب للفراش الساعة 8 أم 9؟ بطبيعة الحال سيرغب الطفل في وقت أكثر للعب ويختار الساعة 9، وهو ما تريده الأم مسبقا دون أن يشعر الطفل بذلك، بل يعتقد أنه هو من قام بالاختيار. البعض منا يمارس أسلوب التأطير دون إدراك، والبعض الآخر يمارسه بهندسة وذكاء. والقوة الحقيقية عندما نمارس هذا الأسلوب عن قصد، أي أجعلك تختار ما أريده أنا دون أن تشعر أنت بذلك. وهذا نفس الشيء ما حدث عندما أخبرتكم في بداية الفيديو عن ذكركم للتعليقات هل تريدون فيديو أو فيديوهين في الأسبوع. ونفس الأسلوب يستخدم في السياسة والإعلام. ففي حرب العراق قامت وسائل الإعلام بتعبئة الطرفين على أن المعركة الحاسمة هي معركة المطار، فأصبحت جميع وحدات القوات المسلحة العراقية تترقب هذه المعركة. وعندما سقط المطار شعر الجميع أن العراق كله سقط، وماتت الروح المعنوية بالرغم من أنه في ذلك الوقت لم يسقط سوى المطار. أو مثلا حين يتم التفكير في تغيير المناهج التعليمية، تبدأ التسريبات أن ذلك التغيير سيمس عقيدتنا وإيماننا، وهكذا يتشكل رأي عام مسبق ضد أي تغيير. وما أن يحدث التغيير يركز الناس على ما تم حشدهم من أجله، كمثال تغيير جملة أو حذف عنصر من كتاب التربية الإسلامية وتصبح تلك الجملة أم المعارك، في الحين تم إغفالهم عن تغيير مهم في كتاب التاريخ أو شيء من هذا القبيل. تتذكرون مقولة غوبلز في بداية الفيديو؟ مقولته هاته أراها الآن مجسدة لكن بطريقة مختلفة، لأن وسائل الإعلام في وقتنا تستغل الجهل السائد في مجتمعاتنا وانعدام الوعي لتمريرها وفق نظرية التأطير، والتي تعد أسلوبا قويا في قيادة الآخرين وتوجيه الرأي العام من خلال وضع خيارات وهمية تقيد تفكير المتلقي. وهكذا هو الإعلام، دائما ما يضع الحدث في إطار يدعم به القضية التي يريدونها هم لا نحن. لذلك انتبه لكل سؤال يطرح عليك أو خبر أو معلومة تصلك، فقد يسلب منك عقلك وقراراتك وقناعتك ويتم تقييدك.
وكلما زاد وعيك عزيزي المشاهد، استطعت أن تخرج من هذه الأطر والقيود التي تعتبر لعبة الإعلام والسياسة والخطباء والكتاب لكي يقودونك إلى ما يريدونهم لا إلى ما تريده أنت. بقي القول إن نظرية التأطير هي وضع الأحداث والأشخاص في إطار معين بحيث يجعل المتلقي يحكم على القضية حسب ما هو متوفر عنده من معلومات حول القضية نفسها، وبالتالي المعلومات التي يتلقاها تقوده إلى اتخاذ أحكام وفق ما تصنعه نظرية التأطير. الخلاصة أو الفكرة أن المجتمع بقواه ومثقفيه وإعلاميه عليه دائما أن يحرس وعيه وأن يبقي عقله متحفزا وأن يكون مستعدا لكسر نظرية الخيارات المعلقة، أن يكون مستعدا للتحرك خارج الدائرة المرسومة لحركته بعناية وذكاء، وأن يفكر دائما بخيار ثالث ورابع وعاشر حتى لو بدا للوهلة غير عقلاني وفق ثقافة العجز والاستسلام السائدين. في الأخير أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو وأن تطبقوا ما تعلمتموه في حياتكم اليومية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعني في حسابي على الإنستغرام للتعرف على آخر مستجدات القناة ولطرح أي سؤال علي أنا شخصيا أو طلبي موضوع ما، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. شكرا جزيلا على المشاهدة، دمتم في رعاية الله ومع السلامة.